انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت 3 أيام مخلفة 12 شهيدا وأكثر من 20 جريحا ودمار واسع في البنى التحتية. معنا من مخيم جنين مراسل العربي فادي العصافادي، أهلا بك معنا. خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وأيضا تجريف للبنى التحتية، هذا ليس بالجديد على مدينة جنين ومخيمها. كيف هو الحال في هذه المدينة بعد انسحاب قوات الاحتلال وهذا الاقتحام الذي دام حوالي 3 أيام؟ صحيح أحمد، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب مع ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم مخلفا خرابا ودمارا واسعين في البنى التحتية، وكذلك أيضا حتى أنه بعدما انسحب جيش الاحتلال أعلن عن استشهاد وارتفاع عدد الشهداء إلى 12 شهيدا بعد استشهاد أحد الشبان متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها نتيجة هذا الاقتحام الذي استمر لقرابة 3 أيام. مع بداية اليوم الثالث جيش الاحتلال انسحب. نحن نتواجد على أطراف مخيم جنين وفي المنطقة القريبة من المقبرة الجديدة، مقبرتان طبعا يتم أو تم افتتاحهما، الأولى امتلأت بالشهداء والمواطنين والثانية الآن طبعا يتم دفن الشهداء فيها في انتظار موكب التشييع الذي أصبح قريبا من هذه المنطقة. 12 شهيدا ليسوا جميعا من منطقة المخيم وإنما من مناطق مختلفة من محافظة جنين كالبلدات المحيطة فيها. هذا الخراب والدمار هكذا سيسير موكب التشييع في مخيم جنين فوق هذا الدمار والخراب. عمليات التجريف التي هي واضحة الآن ونشاهد كيف خلف جيش الاحتلال وجرفات جيش الاحتلال هذه الضرب للبنى التحتية. المصادر الرسمية الفلسطينية تتحدث عن أن هناك خسائر تقدر ب8 ملايين دولار أمريكي في هذه العملية، عملية الاقتحام التي نفذها جيش الاحتلال. هذه طبعا مبدئيا عمليات تدمير للمنازل، عمليات ضرب للبنى التحتية، وحتى تلاحظ أحمد هذه المنطقة كانت مرصوفة بالإسفلت ولم يعد أي منطقة وأي شارع فيها، خاصة في داخل المخيم أو حتى في محيطه، معظم الشوارع طبعا تم تدميرها بهذه الطريقة. جرافات الدي 9 المعروفة سواء المدولبة أو المجنزرة التي كانت تنظم وتقوم بعمليات التجريف وحفر للبنى التحتية. هذا أيضا كان هناك تدمير للمعالم، هذه كانت خارطة فلسطين على أطراف المخيم، وتلاحظ أيضا كيف قام جيش الاحتلال وجرافات الاحتلال بعملية تدمير لهذا المعلم. هذا انسحب على معالم أخرى كثيرة في هذا المخيم وكذلك في المدينة. الآن وصل موكب التشييع. إذا تلاحظ هذا المسير من قبل المواطنين الفلسطينيين على الدراجات، يتبعه أيضا مسير لمجموعة وكوكبة كما يسميها ويصفها الفلسطينيون هنا من الشهداء، هؤلاء الشهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية الاقتحام التي استمرت لهذه الساعات الطوال قرابة 3 أيام متواصلة. جيش الاحتلال حول فيها بعض المنازل نادي مخيم جنين إلى ثكنة عسكرية، نفذ عمليات هدم وكذلك أيضا عمليات تجريف واستهدف المواطنين الفلسطينيين. لم يكن فقط هناك شهداء وإنما سجل عدد من الإصابات نتيجة إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي وكذلك أيضا عمليات التفجير شظايا الرصاص، لأن كثافة الرصاص كانت تطلق بشكل كبير على المواطنين في منازلهم وكذلك أيضا حتى على المتحركين في النقاط المختلفة. نذكر هنا أن الاقتحام لم يكن فقط لمخيم جنين وإنما امتد إلى المخيم وإلى أجزاء واسعة من المخيم وكذلك أيضا إلى أحياء في داخل المدينة، وكذلك أيضا كان هناك استهداف لعدد كبير من الصحفيين في أحد الفنادق مع ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم. وبالتأكيد هذا الأمر كان طبعا يسعى جيش الاحتلال لإرسال رسالة للصحفيين في هذا السياق لعدم التغطية. ما زلنا نشهد ونلاحظ أيضا مظاهر
مقاومة مسلحة ومسلحين فلسطينيين ما زالوا أيضا يتواجدون ويظهرون من جديد، وهذا يضع علامات استفهام حول كذلك أيضا طبعا جدوى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الاقتحام الواسع للقضاء على كل أشكال المقاومة المسلحة في هذا الموقع الذي نتواجد فيه. تلاحظ هذا الموكب من التشييع، مئات من المواطنين الفلسطينيين يرفعون هذا العلم الفلسطيني وأعلام أيضا سرايا القدس، كتيبة جنين التي طبعا يعلن جيش الاحتلال بأنها هي المستهدفة من خلال العملية، عملية الاقتحام الواسعة في هذا الموقع. إذن عدد من الشهداء هنا يسير على ركام المنازل والشوارع، نستمع إلى الهتافات التي تمجد المقاومة الفلسطينية والشهداء. من بين الشهداء 4 أطفال. إذن هذا عدد من الشهداء الذين وصلوا إلى هنا، 7 شهداء الذين نلاحظهم. نستمع إلى الهتافات. إذن مواكب تشييع وأعداد كبيرة من الشهداء، 7 شهداء يتم تشييعهم. تقول وزارة الصحة الفلسطينية أن 4 منهم من الأطفال لم تتجاوز أعمارهم 16 و17 عاما. هذا الموكب من التشييع هو جزء من مواكب أخرى طبعا، الصورة التي تحدث هنا، وهنا نلاحظ أيضا طبعا كيف ينفصل الشهداء في المقابر، في هذه المقبرة الجديدة. إذن هذا أحد الشهداء، نلاحظ عملية التوديع التي تتم له. إذن جاءوا بهذا الشهيد ليتم توديعه من أقاربه، إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم سينتقل إلى هذه المقبرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية قتل بدأت ب7 شهداء منذ اللحظة الأولى والساعة أو الساعات الأولى من عملية الاقتحام، قبل أن ينتقل إلى عملية اقتحام واسعة. أولها كان بقوات خاصة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم أيضا توسعت عملية الاقتحام لتشمل آليات عسكرية، جرافات وكذا. أيضا يدفع جيش الاحتلال بقوات راجلة، العملية التي استمرت لي ودخلت يومها الثالث مع ساعات فجر هذا اليوم، وانسحب جيش الاحتلال منها. كانت أيضا فيها العديد من عمليات الاستهداف للمواطنين الفلسطينيين. لغاية اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي حتى من نادي الأسير عن عمليات الاعتقال التي تمت في داخل المخيم، كون الإحصائيات تتم لأعداد المعتقلين والمحتجزين. الشهداء تم الإعلان عنهم بشكل رسمي أنهم 12 شهيدا، 7 منهم يتم تشييعهم الآن في هذه الصورة في داخل مخيم جنين، والباقي تم نقلهم إلى البلدات والقرى. هذا المشهد الذي نلاحظه هنا
ينسحب على قرى وبلدات أخرى. وما زلنا نلاحظ أيضا أشكال المقاومة المسلحة الواضحة والمقاتلين الفلسطينيين أعداد ليست بسيطة تظهر وبأسلحتهم، خاصة أن جيش الاحتلال يتحدث أنه استطاع السيطرة على عتاد المقاتلين الفلسطينيين، لكن واضح بأن المقاتلين الفلسطينيين يمتلكون أيضا عتادا وما زالوا يتواجدون ويظهرون بشكل جلي في عملية التشييع التي تتم. نذكر هنا أن عملية المقاومة التي حدثت لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تقتصر فقط على داخل المخيم بإطلاق الرصاص، وإنما امتدت لعمليات استهداف بعبوات محلية الصنع كانت مثبتة في كثير من الشوارع الرئيسية سواء في المخيم أو في المدينة، انفجرت بآليات الاحتلال العسكرية. كذلك أيضا كان هناك إلقاء عبوات محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي من قبل المقاتلين الفلسطينيين في نقاط واسعة من المدينة وكذلك المخيم. نذكر هنا أن كتيبة جنين تحدثت بأنها نفذت عدة عمليات ضد جنود جيش الاحتلال، سواء الذين كانوا يقومون بعمليات تفتيش في داخل هذه المنازل، منازل المواطنين الفلسطينيين، أو حتى الآليات العسكرية المتحركة على محاور عدة في المدينة وأجزاء من المخيم. أحمد، إذن هذه عملية التشييع التي تتم في المقبرة الجديدة. كما ذكرنا المقبرة القديمة امتلأت، وحتى تلاحظ الأسوار هي حديثة البناء هنا. نعم. بسبب أعداد الشهداء الكثر، نتحدث عن أكثر من 125 شهيدا تم تسجيلهم في محافظة جنين منذ بداية هذه المعركة الممتدة منذ 7 أكتوبر، وهو عدد كبير طبعا لمحافظة فلسطينية. نعم. بهذا التعداد السكاني في هذه المنطقة. أحمد، سنعود إليك أيضا في سياق هذه التغطية، نرصد معك آخر الأجواء والمشهد في جنين. شكرا جزيلا لك من مخيم جنين مراسل العربي فادي.